لم يكفر البشر بعد الى ما ابدعه المبدعون منهم من البشريه الى افاق لم يرتقي بعد اللي بيتعاملوا مع الميديا الى اللي ممكن تمكنهم الميديا من صنعه. وطبعا انا وانا بعمل ده من 40 سنه ولا 50 سنه ولا 20 سنه ولا 30 سنه انا شايف الاتي، واصلا بصوغ ما يتوافق مع طبيعه التطورات المستقبليه المحتمله او وساهم في تشكيلها وصنعها. جلوبال يو ايز توكنج، هنا انا مش بتكلم على من خلال ايه انت بتنتج، ايه بتنتجه ازاي، بتنتجه ليه، كيف يتوافق مع بتنتجه هذه الثوره العلميه والتقنيه الى اخر، كيف تكون شريكا اصلا في صنع مستقبل البشر. سيمبلي يعني هنا بنتكلم على سائر البشر، لان الاسئله اللي كانت عايزه تحدد ان ده للوزاره دي ولا للحكومه دي ولا للاهالي دول ولا للشركه، لا يعني السينما افدح اثرا وابقى. ويعني اذا كان جدودنا كانوا بيدوروا على الحجر ينحتوا عليه ولا يعني يبقى احنا لازم نعرف قيمه يعني اقول ما اللحظه التي نحياها من حياتنا كبشر. ماشي، كل واحد سلاحه في ايده، مش كده؟ كل ادوات الدمار الشامل عنده، كاميرا وعنده فيديو وعنده من جهه ويقدر يتلقى ده اينما كان وحيثما حل، في ادغال افريقيا، في احراش اسيا، في اي حته بين يديك كل الادوات التلقي والتفاعل وان تكون على قد يعني المتلقي قد صاحب الرساله تماما. اذا ما كانش يتجاوزه بايه؟ باسهامه، يؤذيه بايه؟ باسهامه، او يعني اذا لم يكن قد